شؤون اللاعبين في منطقه القاهره. تحياتي ليك يا كابتن ايهاب. مساء الخير. ازي حضرتك يا كابتن ايهاب؟ الحمد لله. ازيك يا فندم؟ ازي صحتك؟ حضرتك موجود معانا في برنامج الاشبال على شاشه قناه النادي الاهلي. كان في تصريحات للكابتن طارق يحيى بخصوص التسنين، وبيقول ان المناطق واتحاد الكره بيقر عمليه التسنين. ايه هي القوانين او الاجراءات بخصوص التسنين، او اللائحه بتقول ايه بخصوص التسنين في منطقه القاهره يا كابتن ايهاب؟ بص، بعد اذن سعادتك، التسنين ده يعني ايه؟ واحد ملوش اوراق، محدش يعرف عنه اي حاجه، تمام، ياخدوه يودوه وزاره الصحه، يودوه الصحه او مكتب الصحه، تمام، يتسنن وياخد قرار من لجنه الصحه مصلحه الاحوال المدنيه، تمام، يطلع بيه قرار ان ده الراجل ده عنده 12 سنه، عنده 13 سنه، عنده 15 سنه، تمام، ده قرار، وبناء عليه طلع له شهاده ميلاد، طلع له بطاقه، طلع جواز سفر، تمام تمام. نيجي بقى ايه لو جينا نأيد هذا اللاعب في الكوره، تمام، يقول لك أيده في سنه بس بشرط يكون مر على تسنين 5 سنين، على قيده 5 سنين، مر على قيده مسنن 5 سنين. طيب كابتن ايهاب، ده هياخدنا لنقطه. لو الدوله النهارده بتحافظ على ولد ما عندوش اوراق، فعلشان يتعايش في المجتمع بتطلع له جواز سفر، بتطلع له بطاقه، بتطلع له شهاده ميلاد من خلال وزاره الصحه يعني او الاحوال المدنيه. النهارده نستخدم هذا الاسلوب في مجال الكوره، خاصه ان يبقى ولد عنده 17 سنه ممكن يشارك مع مسابقه 12 سنه؟ لا 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 طبعا لا طبعا لا. هو التسنين مش ممكن. هيدي واحد مثلا عنده 10 سنين يخليها، يقول لك واحد عنده 17 سنة يقول 10 سنين، تمام، ده الدكتور الصحة اللي بيحدد، وأحوال مدنية بتعمل تحقيقات. يعني العملية مش سهلة عشان يطلع له قرار التسنين. طيب لو بخصوص لو ولد النهارده، يعني اتولد النهارده، والده سابه حوالي 5 سنين، جه بعد 5 سنين سجله على انه لسه مولود النهارده، بيشارك النهارده في مسابقات البراعم. هتكلم النهارده غير مسابقات الجمهوريه والمناطق، بتكلم على بطولات البراعم بقى ومهرجانات البراعم. النهارده ايه الاجراءات اللي تتخذ في ولد ممكن يكون اكبر من الواد ب5 سنين؟ لا انا هقول لسعادتك حاجه. انا النهارده ربنا رزقني بمولود، تمام. الو، معاك يا كابتن ايهاب، اتفضل يا كابتن. انا ربنا رزقني بمولود. الو، معاك يا كابتن ايهاب، اتفضل يا كابتن ايهاب. انا ربنا رزقني بمولود، رحت السجن المدني بقيت ابني. مظبوط، ده تاريخ ميلاد النهارده، تمام. جالي واحد، انا عندي يعني ده بتحصل في الارياف وفي الصعيد وعند العرب، ربنا رزقه وبعين، بيستنى عليه سنة اثنين ثلاثة، وبعدين بيروح السجن المدني بيقول لهم انا ربنا رزقني بمولود النهارده. هيسجل ولا مش هيسجل؟ هيسجل طبعا، بتاريخ النهارده، تمام، مظبوط، تمام. انا لما هاجي بقى بالنسبه للكوره، ودي الناحيه الفنيه بتاعه المدربين، بس انا نزلت لعيب نزل الملعب، مكوناته الجسمانيه والعضلات بتاعته غير 10 سنين غير ال 12 سنه، مظبوط، تمام، يعني 14. يعني النهارده يا كابتن ايهاب، لو في مهرجانات البراعم 2009 ولد عنده 10 سنين، النهارده في ولد جيب الحاله اللي حضرتك بتقولها ان والده ايده بعدها ب4 سنين وورقه سليم، فاذا النهارده الولد بقى عنده 14 سنه و15 سنه ورقه سليم، هل ممكن يشارك النهارده 15 سنه و14 سنه مع اولاد عندها 10 سنين؟ بالنسبه لمنطقه القاهره، ايوه، اي لعيب مسنن ما بيلعبش في البراعم، تمام، يلعب في المسابقات الاعلى. المسابقات الاعلى، يعني ما انا مش معقول واحد مسنن وبعدين انزله بعد 8 سنين وهو عنده 8 سنين، تمام، يعني حتى لو اكتر من 8، حتى لو ورقه سليم ممكن حضرتك بتقول ان في لجنه فنيه، حتى لو ورقه سليم مسنن. منطقه القاهره منع اي لاعب مسنن يلعب، تمام، يلعب في المسابقات الاعلى، تمام.
ودي خطوه كويسه. حضرتك طبعا ملم ان الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي في مسابقات كاس الامم للناشئين عاملين الكشف طبعا على الرزغ الايد، العظمه لو ما اكتملتش، العظمه لو اكتملت الولد ما يشاركش. عندك علم بالموضوع ده يا كابتن هاني؟ اه طبعا. لا واحنا عملناها منطقه الخيره، كان بتبعت لعيبه لما بتشك فيها يعني بجد ايه مسنن او مش مسنن، خلي بال سعادتك. يعني ممكن اللعيب، احنا اللجنه الفنيه عندنا شافته تكوينه الجسماني مش بتاع 12 سنه. فكانت بتاخده منطقه الخيره وتبعته تكشف عليه. تمام، ودي خطوه كويسه جدا ان يبقى في لجنه فنيه حتى لو الورق سليم من خلال المباريات تكتب تقرير ان الولد ده يشارك في السن الاكبر يعني. طيب تمام يا كابتن. كابتن هاني توفيق مدير شؤون اللاعبين في منطقه القاهره، شكرا جزيلا لك. ده بياكد طبعا كلامنا من خلال الكابتن ايهاب توفيق.